جزيلة. النهاردة الحكم يا فهمي، يا رب تطلع براءة. ذكر يا سعيد. يا أستاذ فهمي لو سمحت قول لنا أنت إزاي نشأت وترعرعت فين يعني؟ خلينا أكلم الجماعة بتوعي. أنا أعدالك. دكاك عندي كلام عايز اقوله يا بيه. وما قلتوش قبل كده ليه؟ معلش يا بيه اديني فرصه. طب قول يا فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات القضاة والسادة المستشارين، انظروا الى هذا الماسل امامكم، البريء براءة الاطفال من دم يعقوب. من دم مين؟ من دم يعقوب. من دم يعقوب يا بيه. يعقوب ابن صنوع. فين الكلام اللي عاوز تقوله؟ قوله خلصني. ما إننا أيها القضاة مظلومين من سرقة شركة الكهرباء، وإنني إذ أدافع عن زملائي فإنني أطلب من سيادتكم براءة هذا المتهم من تهمة السرقة. عندك حاجة تانية تضيفها؟ نعم، ليس عندنا حاجة نقولها. والله على ما نقول شهيد. سكوت، اللي مش هيسكت هطلعه برا. سكوت. باسم الشعب حكمت المحكمة حضوريا في الجناية رقم 2966 81 جنايات عابدين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات على كل من فهمي سويلم ونصر عبد البديع. رفعت الجلسة. حرام حرام، قولي مظلوم قولي مظلوم. خلي بالك من نفسك يا زينة، خد بالك من أمك يا سعيد. مين هيحميني من بعدك يا فهمي؟ مين هيحميني من بعدك يا فهمي؟ اسمع بس، أنا بقولك يا 7 سنين مش اقعد ولا 3 ثواني حتى. يا الدنيا شقلب حالها ولا ايه؟ حد يقول ان حمدي جوز اختي يرمي بنته لواحد حمار ما بيفهمش عشان يشغله عنده بكام جنيه؟ عم حمدي معذور يا ماما، معاشه ما كانش مكفيه عشان يربي ولاده، وبعدين حب يخلي ليلى تعيش عيشه كويسه. هي دي عيشه اللي انا عايشاها؟ انام على نكد واقوم على قرف؟ الهي يا رشيدي يا جوز بنت اختي تنام نومه ما تقومش منها يا رب. ما تدعيش عليها يا ماما، وبعدين ليلى بنت الكلب وده احنا بنشوف بعض باستمرار. عقلي بيقول لي بقى اكلم سمير اخوك في القسم يسلط المخبرين بتوعه ويضربوها علقه ما يقومش منها. يا ريت يا طن. يعني يا ست ماما عشان مليكي ابن مأمور قسم عايزه يقبض على الناس ويضربهم من غير تهمه؟ ده هو لوحده تهمه يا ابني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسندي نفسك عليا، اسندي نفسك عليا. ما هو كله منك. بتشم ايه المحكمه؟ ايه اللي بتشميه؟ بتشم قفا الراجل دي وتقولي لي بتشم اخبار؟ هي بتتشم الاخبار؟ وبعدين ايه الهوجه والكاكاهول اللي انت عملتيه؟ كنت هتموتي وتموتي نفسك وتموتيني. الهي موتي. ايه؟ الهي موتي من الكاكاهول اللي عملتيه. ايه الكاكاهول دي اللي الكاكاهول؟ مش عارفاه؟ بس 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 لما تبقى تحمض الفيلم هتبقى تعرف ان انا فلته في هذا الزمن وان انا مفلسعه وان انا عويصه. مش قول لي طب اقول لك اسمع كلامي بقى. اسمع كلامي وما تدخليش الاستاذ مجدي الا لما تحمض الفيلم تشوف فيه ايه. يا ابني انا عارفه انا بعمل ايه كويس. انت مش عارفه انت بتعملي ايه، انت عارفه كويس مكانك فين. ايه فين يا عجول هتقولي فين؟ بعدين اقول لك. اتفضلي اتفضلي، ده انا خلاص معاكي يا ساتر. اوعى اللي جرالي. اوه اسكتي. حقيقي اللي سماها مهنه البحث عن المتاعب ده ما كذبش. ها سبعايا ولا قطايا؟ قطايا ايه بس مازيل؟ اسدايا وحياتك، ديناصورايا، قطاعايا. ايه الشاب بتاعك ماله؟ فيه ايه؟ ما اشتري غير. والله اسمع تليفون.
اطلبي لي تحت قولي لهم يحجزوا لي الصفحة الأولى وحتة تمن كده من الصفحة التانية بحالهم. يا ريت حتى يكفوا. والمانشيت بقى بالأحمر الكبير كده: نجلاء فتحي عبد الباسط الجعر تحصل على اعتراف مجرمين سرقة شركة النور والكهرباء دون أن يحسوا كده بصوت عالي. الطلب ده بقى يا آنسة يطلب من الأستاذ مجدي. أستاذ مجدي؟ مجدي ده ديكتاتور، مجدي ده رجل طاغية ورجل مسيطر، والصحافة مش ممكن أبدا الواحد يكون مسيطر وطاغية، لازم يبقى فيها مرونة. وقعد طولت عليا وأنا بتكلم رقبتي عشان أحلى ولقد وانا واثقه ان هذا المجهود المضني اللي انا بذلته في المحكمه وهذا الهرس اللي انا اتهرسته في هناك تحت البتاع، فانا عارفه ان سيادتك هتقدر هذا المجهود وهتديني علاوه. علاوه على ايه؟ علاوه على ذلك. يظهر ان نجلاء يا فندم النهارده عامله شغل كويس وعلشان كده طالبه الصفحه الاولى. الصفحه الاولى؟ ايه الافتراء ده؟ طب يلا بينا نستعرضها سوا. المحكمة هفت الاثنين بتوع شركة الكهرباء 7 سنين سجن بس. حلوين يا بيه. حلوين ده ايه يا انسه؟ انا لو كان بايدي زي ما بتقولي كنت هف الناس اللي من العينه دي اعدام. اللي بيسرق اموال الشعب او بيتهاون فيها لازم القضاء يعتبرها خيانه عظمى، زي بالظبط الجندي اللي في الميدان اللي بيبيع بندقيته او دبابته ويعرض بلده للخطر والضياع. انا بستغرب 7 سنين لناس اختلسوا ربع مليون جنيه. بس حلوين يا بيه، عندك حق يا فندم. بس يعني يا فندم اكملني، دي اول سابقه فيعتبر هذا اقصى العقوبه في الحراميه اللي من النوع ده. القضاء والقانون ما يجبش يديهم فرصه لعمل سابقه تانيه. هي سابقه واحده يروح فيها الواحد في 60 داهيه ويخلص المجتمع منه ومن شروره. الاهم من كده يا فندم ان نجلاء عرفت الناس دول مخبيين الفلوس فين. صحيح يا نجلاء؟ ابدا والنبي، انت مش لسه من شويه قايله لي ان هم اعترفوا لك؟ انا قلت حاجه خالص. انا المهم كتبتي حاجه في الموضوع ده؟ لا ما انا هكتب دلوقتي يا بيه. لسه هتقعدي تكتبي؟ ما هو كله متحوش هنا. والله انا خايف يكون هنا مفيش حاجه وتضيع فرصه عمرك وتضيع على الجريده قضيه من اهم قضايا النهارده. هو يوسف ما جاش؟ ادخل. اهلا 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 يا نجلاء. اهلا يا نسر نجلاء. الفيلم لسه نجلاء اللي كانت مستعجله عليه قوي. شفت يا فندم؟ عشان قايله لك وريني. انت عارفه كويس مكانك فين. ايه مكاني فين يعني؟ بعدين هقول لك بقى. ايوه. الفيلم ابيض ابيض مفيش خام. ابيض؟ ابيض. ده انا اللي نهاري اسود. ولا صبي مكواجي صبي علمه يا صبي صبي مطبعجي من عندنا من تحت. كان معدي من قدام المحكمة لقط الصورتين دول. اتفضل فلسعك. يعني لا صحفي ولا جامعة أمريكية ولا قلب الدماغ على الفاضي. ايه يا فندم بس برضه جت من زميل يعني. زميل صبي مطبعي. ده؟ يوسف. خد الأنسة وخليها تكتب الكلمتين اللي ربنا هيفتح عليها بيهم وعيد صياغتهم بسرعة. شكرا قوي يا فندم الله يخليك، بس يا ريت المانشيت بقى يبقى اتنين. نجلاء. اتفضلي. نعم. مش فاضي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ايوه مفهوم طبعا. وانت عارفه كويس مكانك فين. يلا يا يوسف. حاضر. بعدين هقول لك. اتفضلي اتفضلي هريحك. اتفضلي. ثانية واحدة. طب اتفضلي انت يا حسام. ايوه. وحشتني. قلت اكلمك اسمع صوتك. قوليلي ماما جنبك؟ لا انا بتكلم من بيتي، خفت اتاخر عندكم يرجع من البلد يقلبها غم زياده ما هي غم. تلاقيكي ما قدرتيش على بعض، انا خرجت من هنا وانت جاري ورايا. اهي دي بقى دمك تقيل وغلاوتك وغلاوتك عندي يا مجدي. ما بقدر ابص في وشه ولا اسمع صوته، واتمنى العمى ولا اشوفوش بعد كده ابدا. ازيك يا مساعد؟ حطوا البلاوي دي جوه ورونا حد كتابكم. طب هقفل السكه دلوقتي وبعدين نتكلم، اصله وصل. لا يا سيدي النمره غلط، هنا مش جنينه الحيوانات، هنا الخنكه. مين اللي كان بيتكلم دي؟ واحد
واحد بيسأل على الحيوانات وجنينة الحيوانات. الله صح، يعني ملقاش إلا بيتنا ويسأل على الحيوانات. بصراحة بصراحة بقيت محتارة أقول له النمرة صح ولا غلط. صح، ما هي الحيوانات أنا جايبها أهي، جايب لك فرختين أمريكاني من بتوع روسيا ومعاهم باسبورت. اديني قطه عسل عسل. صحي مات. فكرك راح لغايه فين؟ مالك مالك يا سعيد؟ نور مولع يا بابا. معلش يا حبيبي، ده انا قلبي اللي مولع مش قادر. خد يا سعيد، خد يا حبيبي ده وانت هتخف على طول. اتنين؟ لا واحده بس يا حبيبي، واحده. يلا شاطر. ما تهدى بالله يا فهمي، اهو سعيد نعس، ارتاح انت بقى. ارتاح؟ ارتاح ازاي وانا شايف ابني بيموت قدام عليا؟ بعد الشر عليه، من هنا للصبح باذن الله حيكون في احسن صحه. وكلام الدكتور والعمليه اللي محتاجها مش لازم نعملها له؟ ربنا كريم وكل عقده ولها حلال. حاولت الاقي لها حل ما لقيتش. الراجل اديني صاحب البيت اقول له سلفني 200 جنيه يقول لي ما اقدرش، اما تدفع اللي عليك ابقى اخوك جديد. علي البقال صاحبي وحبيبي اقول له سلفني 200 جنيه يقول لي منين، عليا كمبيالات ما اقدرش ادفعها. فتحي اخويا ابن امي وابويا شايف الفلوس في ايديه يقول لي ما اقدرش، دي فلوس حماتي ما اقدرش اتصرف فيها. فتحي ما اقدرش يتصرف في فلوس حماته، وسعيد ابني بيموت قدامي. ما تزعلش نفسك، خد بيعديه واهو الذهب غلي اليومين دول وتجيب لها اكتر من 200 جنيه. انا ما اشتريتش الشبكه عشان الزنقات اللي زي دي شبكه فرحنا يا زينب. النهارده بعنا الشبكه، لو اتزنقنا تاني هنبيع ايه؟ اعمل ايه؟ اسرق ولا اسرق؟ لا ما تسرقش، شغل مخك يا فهمي، شغل مخك وانت ترتاح. يعني ايه؟ اشتغل شغلانه بعد الدور زيكم ما اعرفش. فهمي انت بتشتغل ايه؟ رئيس غزلة شركة الكهرباء. حلو، وناصر صبي قصدي المساعد بتاعي، وبالليل بيشتغل طبال سكة عندكم. كويس، وكمال بيشتغل في الأمن في الشركة عندنا، وبالليل بيشتغل برضه مطرب سكة عندكم. ما فيش مشكلة. استنى يا سيدي، انت نرسمها له. انا هرسمها له. احنا ايه، نقتبس جزء من الفلوس من الخزنة؟ لا لا لا، نختلس يعني؟ لا 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 لا، ماذا هنقتبس؟ ما كل العالم بيقتبس. الله، احنا هنقتبس شوية من الفلوس ولما ربنا يخرجها نبقى نحطهم تاني. لا يا نصر، لا لا، خطر قوي. خطر. شوف حتة تاني. طب اسمع، احنا بقى ايه، نكسر الخزنة وناخد كل الفلوس اللي فيها ونيجي الصبح نبلغ عن الخزنة ان هي اتكسرت. نبلغ عن نفسنا؟ ما تفهم يا ايفر، الصبح تبلغوا وتقولوا ان احنا جينا من بيتنا لقينا باب الخزنة مكسور. يا سلطان يا اخويا. شفت بقى، اهو كمال اللي اسمه كمال فهمها وانت لا. وكده يبقى الحادث طبيعي وانتوا بعيد عن الشبر. صح. قلت ايه يا فهم؟ افكر. عم تفكر ايه؟ ده انت غلبان، عندك عيال، اتكل على الله صحتك. زعلان على 7 سنين ولا يهمك، احنا بكره نستأنف وناخد براءة وناخد الفلوس ونطلع نمشي نفسنا، نبقى ولا ونسيس يا جدع. اقعد شو مطرح. امال انا اعمل ايه؟ انا بعيد عن زيزي وعيون زيزي. عين يا زيزي. انا زيزي اختك الكبيره وبحبك يا اختي امي حبيبتي، ربنا يهديك. البسي فستان وتعالي نقعد مع الناس بره. انا مستحي ومكسوف. من ايه يا بت؟ من الغرب الرجال اللي موجودين بره. رجاله؟ هما دول رجاله؟ دول ضيوف امي يا بت. نسيبيها، انت عايزه تميلي دماغها، ده لسه ساذجه جايه من البلد، جايه من سان جيلف. تسمح تاخد الطبله وتروح تدندن وتمشي من وشي؟ اتفضل يا استاذ. اوعي تسمعي كلام قوم
مش عايزه تقومي؟ ان شاء الله عنك ما قمت. صاحب أمل في الحب يا وكان، أنا كنت صاحب أمل في اللي خطوته مزيكا، صبرت صبر الجمل علي وسطها سيكا. برسم على عينيكي اطول نجوم السماء، اطول نجوم السماء، غصب عليكي غصب عليكي. لو النبي يا عبد، لو النبي يا عبد، لو النبي، لو النبي، لو النبي يا عبد. لو تعرف النار القايدة اللي في قلب عزيزي. من ايه يا روحي؟ بالجدع اللي اسمه عبد المنعم ده، نفسي اقتله واخلص منه. وتحرمني من فلوسه؟ الله بغير عليك يا عزيزي، عايز اتجوزك. خلاص، خليك راجل البيت وفض جيبك واصرف على البيت. منين يا حسر؟ ما انت عارفه البير وغطار 80 من الشغل و60 من الكبريت وبتاخدهم دايركشن على طول. نعم يا اخويا، يعني سفان بتاعك ده لو سمع كلامك وكلام كمان كان خلص الموضوع، كان زمان حبيب القلب الاوحد. الاوحد؟ الاوحد يا خليها الاوحد. اضحك اضحك يا جدع، فكها. ده ربع مليون جنيه يابا، ربع مليون جنيه. فهمي، مش هتقول لي انت عينهم فين بقى؟ عايز تعرف ليه؟ عشان شريكك. نام 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 دلوقتي. اسمع فهمي، مش من حقك تخلي السر ده معاك لوحدك. نام نام يا نصر. 5 اشهر دلوقتي وانت مش عايز تقول لي مخبيهم فين؟
مش لازم اقولك. ليه بس يا فهمي؟ ده انا اخوك وشريكك. اقولك عشان تخرب لسانك لزيزي وكمال. هو انا انسى يوم النيابه؟ الانكار مش هيفيدكم، لانه من الواضح ان لكم يد في ضياع المبلغ الكبير ده. يعني الاحسن انكم تعترفوا. مظلومين يا سعاده البيه، اللي سرق الفلوس هو اللي كسر الخزنه، واحنا ما نعرفش نكسر خزن. انظروا الى هذا الوجه البريء الذي راح ضحيه المجتمع. بريء يا بيه. الخزنه مفتاحها مع مين؟ مع هو بيه ده. معانا يا بيه. يعني ما حدش بيقرب لها غيرك. هو كمان يا بيه. لا لا لا، لما اكون بجرد بعد بنقفل سوا يا سعاده البيه. الواضح يا فهمي ان الكسر الموجود بالخزنه مكسور بغشم. صح يا بيه، بغشم. مش ممكن واحد محترف كسر خزن يكسره بالطريقه دي. صح يا بيه، يعني اللي كسر الخزنه جديد في الصنعه. تمام، لسه جديد في الصنعه. يعني ما سبقلوش كسر خزن. متشكر. العفو يا فندم. لسه برضه مش عاوزين تعترفوا؟ تقرير المعمل الجنائي بيقول ان الخزنه معلهاش اي بصمات غير بصماتك وبصماتك. يعني ما حدش قرب للخزنه نهائيا غيركم. والنيابه بتتهمكم بالاستيلاء على اموال عامه. النيابه؟ انا ما عنديش بصمات يا سعد. وبعدين احنا ما كانش قصدنا نسرق. اسكت. ايوه، يعني احنا كنا بنستلف من الخزنه. اسكت اسكت. اللي كانوا بيسرقوا. اسكت اسكت. جم من الخزنه. اسكت. كلم انت. اسكت 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 يا نصر اسكت. كان يوم ازرق يوم ما سمعت كلامك انت والجبان كمال والعربه اللي اسمها زيزي دي. لا زيزي مش عربه بقى، عشان ما تخلينيش ازعل منك. بعد رميتك ديك لسه بتحبها؟ بحبها يا حته من كبد روحي وقلبي وعقلي حياتي. مش عايز تقول لي بقى مخبي الفلوس فين؟ اريحك واقول لك؟ قول لي اريحني. في ال انت أيوة. عارف ال ايوه عارف. طب ما دام انت عارف بتسال ليه؟ لا بس فهمني بس. افهمك ايه؟ قول لي شايلهم فين؟ الله، انت ناس ان كمال ده شريكنا ومن حقه يعرف انت شايل الفلوس فين؟ اقول لك عشان تقول له ويحكم هم العكمه وانت لنا مرمين في السجن في يومك اللي مش فايد ده. اخد الدواء دي لعب شويه. من يوم ما جيت هنا والواحد مش عارف ياخد راحته في زنزانته. زنزانته كانت زنزانه ابوك؟ الزنزانه ديت زنزانتنا احنا كلنا. اقعد يلا بطويل يلا اقعد. لا هذا ليه هذا بقى؟ لا انت عايز تخدم من ايه؟ لا ايه ده؟ ايه ده؟ الحق الحق راس. ايه ده؟ ايه ده ابن مين ده؟ ده ابن مين يا ابني؟ عايز ايه ده؟ ايه؟ نفرين على نص راجل ده؟ دي خد. ايه عارف لو حد فيكم فتح بقه هنطلع عيله، خصوصا انت. هلا ولا ايه؟ ده واخد 25 سنه سجن كبير. لا بس انت جامد. لا انا اسلك قوي في المسائل المجدعه اللي فين ما فين فين الكازيل تشوف المجدعه والجدعانه. يا ريتها كانت لوحدها هنا. اديك انت اتسجنت، سالت فيك عبرتك. هتسال هتسال فاهمك بس مشغوله. هي بتفضل هي بتخلص رقص من هنا تروح ترقص مع الناس يعني. امال ايه؟ الله، عندها مشاغل مشاغل كتير حيويه. حيويه؟ الواد احمد حيويه عمل حاجات.
دول الستة متر. انت يا ابني مش مهنيني على حاجة؟ احنا اخوات عزيزي وحاجتنا واحد. ما تجيش تاخد الفستان اللي عليا. لا اخد 100 جنيه والصبح خديهم 130. شوف يا اخوي انا اتهريت من كتر السلف وكفايه عليا اليتامى اللي انا بصرف عليهم. خلاص اعتبريني واحد منهم عشان تخش فينا الجنة. متهيألي ان ما خفتش عني هخش فيك السجن. ما بلاش السيرة دي، مصدقني العيال اتهف الحكم وانتهينا. طول ما وراك القمار والمنظرة اللي انت عاملها لي دي، لا ربنا هينصفك ولا هتسدد لي اللي عليك. لو ابو الهول اتكلم وقال الفلوس مخبيها فين، هرد لك بدل 100,000. انت اهبل ولا شكلك كده؟ معقول فهم يقول لكم خبي الفلوس فين عشان تروحوا تلطشوها ويطلع هوا بلا موتي؟ ليه يعني؟ وانا ما عنديش ضمير. لا العفو، ده انت المفروض يلفوك تقبيتك. انت ناسي انك كنت غفير الهبابة دي؟ غفير ايه؟ ده انا كنت راجل ام مش غفير. ايدك بس على المياية. طيب الله حدهالك بس وشرفي. عارف عارف عود الكبريت اللي ما بيولعش غير مرة واحدة. بشرفي ان الفلوس دي ما رجعت لأسلمك بايدي للبوليس واخد عليهم وصل يا جميل. طب بشرفك، عارفة شرفك يعني ايه؟ بكرة الصبح اعرف الفلوس فيها مش هيلها فيها. صباح الفل يا جميل. صباح الياسمين. انت مين؟ انا كمال صاحب بابا. خطر زي حمو نصر. ايوه تمام. اصلا الناس تجندش ليه؟ يا صباح الزفت. اهلا يا سي كمال، اهلا شرفتنا. يزيد فضلك يا ست زينب. خد يا واد، خد دخل دول ودخل لسانك جوه بقك. شرفت يا قلق. اتفضل يا اخويا اتفضل، انست وشرفت. والنبي ما حد سائل فينا من يوم ما فهمت حبس اللي انت. اجي يا ماما كولا ولا بسنتينة؟ لا يا حبيبي دي تفاح. طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ فاكهة كلها وانت ساكت. اكل دي وانا اصور كمباها زي ما تحب واخرس بقى. تشرب شاي ولا قهوة يا سي كمال؟ خدي دول. هات يا اخويا كتر خيرك. ما قلتش تشرب شاي ولا قهوة؟ مفيش داعي، هما كلمتين وربنا يعمل اللي فيه الخير. خير يا اخويا قول. طبعا انت عارفة ان فهمي غالي علينا قوي. عارفة يا اخويا. المحامي قال لي النهاردة ان ممكن نعمل تظلم ونصر وفهمي يطلعوا براءة، فجيت لك على طول. والنبي يا سي كمال. قلت اجي حمامة اقابلك على طول ونتصرف. نتصرف ازاي؟ قولوا النبي الهي يسترك ويعمر بيتك. هم قرشين صغيرين ويتحل بيهم موضوعنا. وماله، الفلوس موجوده وخير ربنا كتير. فرجت، هاتي 500 جنيه اديهم للمحامي والباقي بعدين. 500 جنيه؟ كنت فاكراهم 30 ولا 40، قلت ممكن استقضاهم من هنا ولا من هنا، لكن 500 جنيه دي فرصه ما تضيعهاش من ايدينا. منين يا سي كمال بس؟ منين؟ ما انت عارف. كان المفروض الفلوس اللي خدها كان سابلك منهم قرشين للظروف اللي زي دي، ولا كان قالك هو شايلهم فين؟ كنا اتصرفنا. انت تصدق يا سي كمال انه فهم يعمل كده ويمد ايده للحرام؟ ده يموت من الجوع ولا يمدش ايده على حاجة حد. الكلام كلام يا ست زينب، اذا كان عندك فلوس ولا قالك شايلهم فين ما تضيعش الفرصة مننا. وحياة ابني اللي بترجاه من الدنيا ما اعرف حاجة من اللي بتقول عليه ده. انا ست وحسيبك تفكري، دي فرصة. ادي الله، دي حكمته. حتى الباب اللي قلنا ربنا فتحه لنا طلع مقفول بالدبه والمفتاح. على العموم فوتك بعافيه، وحاب اتصل بيكي تاني بالتليفون. دول 500 جنيه يا سي كمال مش لعبه. طيب سلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. مع الف سلامه. اهلا البنات. معاكي حاجه تحمضيها ولا حاجه تضعيها؟ المعمل بتاعك ده بيحمض ولا بيطبع حاجه؟ وانت اللي صورك فيها حاجه؟ انت بتصوريها ازاي؟ دي بيضه ما بتصوريش حاجه خالص. سيبك من التصوير يا يوسف، انا معايا حته موضوع هيهز الجرنان ويرفع التوزيع. بقول لك ايه؟ قبل بقى ما يهز الجرنان والحاجات اللي بتقوليها دي، ارجوك ندرس الموضوع سوا قبل ما تدخل الاستاذ مجدي احسن يهزاك. ايه هزاك دي؟ انت معتبر المناقشه الوديه التي تدور بيني وبين الاستاذ مجدي تهزيق؟ ولما باخدك على قفاكي مش تهزيق؟ انا بياخدني على قفايا نفسيا معنويا. صلح كلامك ما اسمحلكش. ثم دي مناقشه وديه بين الاطراف المعنيه للمشكله. يا ساتر، ده انت مشروخه سيكولوجيا. صحيح، وبعدين مش هيوديك في داهيه غير الكلام الهافه اللي انت بتقوليه ده. كلام الايه الهافه؟
هو انت مره تقابلني تقول لي جا 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 هون ومره تقول لي الكلام اللي ففففف ده تحففقي وبرضه انت عارفه كويس مكانك فين اموت واعرف بقى فين فين مش هقول لك بعدين هقول لك اتفضلي اتفضلي ايه اللي عاملاه ده؟ اهلا يا اسف اهلا 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 ايه خير؟ الانسه نجلاء النبات يا استاذ مجدي عامله موضوع ما يخرش الميه، موضوع ما حصلش ايه يعني ايه؟ معرفش موضوع يا فندم هيهز الهزازيز ويزلزل الزلازيل ويبركن البراكين اعوذ بالله زلازل ايه وبراكين ايه يا نجلاء؟ خشي خشي خش فين؟ خش في الموضوع اهلا يا مجدي خش في الموضوع يا حبيبي مبرشمه عامله برشام عامله الموضوع في برشام فين الموضوع يا فندم اهو عشان بس ما تسرقش مني صدق صح بسم الله الرحمن الرحيم على بعد 27 كيلو مترا من القاهره ومثلها من بنها وقع حادث اقشعرت له ابدان سكان القرى المجاوره والمحافظات والمديريات اذ انه في الساعه الثانيه وخمس دقائق وثلاث ثواني شوف الدقه يا فندم شوف الدقه تمكنت سيده من سيدات قريه شلشامون كفر نعناع من ان تلد طفلا يعتبر معجزه القرن العشرين اذ تمكنت المذكوره ان تلد هذا الطفل بثلاث رؤوس وجسم واحد الرأس الأول من الأمام والتاني والتالت منين؟ التاني بقى بيت لقيه لازق في الأولاني على طول فاهم لا بس 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 أنت بتجيب الحاجات دي منين؟ من الكفتاجي يا فندم منين؟ الكفتاجي الكفتاجي اللي على الناصر هي تروح عنده تاكل تفقع الأكلة الكفتة تلعب تسيح أبيض بس يا يوسف بلا كفتة بلا زفت شوف يا نجلاء أيوة فندم سيبك بقى من اللي في دماغك ده أيوة. أنا هديكي فرصة لموضوع تاني هبعتك تتابعيه إذا سجلت فيه نجاح كويس أنا هساعدك في دخول النقابة هما في الحالتين يا أستاذ مجدي لو سجلت نجاح أو فشل هي داخلة جهنم هديكي اسم شركة استيراد وتصدير استوردت عدد ضخم من التلفزيونات الملونة دخلتها البلاد على إنها مقاس 17 بوصة وقدمت مستندات بكده لكن الرقابة الصناعية فيما بعد أثبتت إن التلفزيونات دي 21 بوصة وبتتباع بالمقاس ده يعني الشركة دي ضيعت على الدولة فرق الجمرك ما بين 17 و 21 ده إلى جانب عملية التزوير اللي قامت بيها خلاص يا بيه نبعد نجيب تلفزيون من عندهم نفك ونعرف إيه الحكاية ده كلام يا نجلاء تلفزيون إيه ونفكوا إيه؟ نفك إيه؟ إحنا ميكانيكيا نفكوا أنا عارف يا أخي ما المطلوب إيه بالظبط يا بيه؟ المطلوب حاجتين صغيرين قوي حلوين قوي هجيبهم ثانية واحدة استني نعم يا بيه هجيبهم منين؟ ساعة ال أنت خرجت ليه؟ ما أنا مش عارفة خرجت ليه؟ استنى يا يوسف اسأل اسال يا استاذ مجدي المطلوب حاجتين صغيرين قوي أي. الحصول على مستندات الشراء وصور من فواتير البيع طب قول الله قول يعني دي استني نعم عارفه حاجه بيهم منين لا من ايه امال انا خرجت تاني ما انا عايز افهم لا مؤاخذه يا استاذ مجدي اتفضل اسكت انا بقى اتفضل لا اتفضل اتفضل يا استاذ ايوه جابوهم منين من الشركة العالمية الفنية للاستيراد والتصدير طب ما تقول استني يا استاذ مجدي سيادتك ما قلتلهاش هتجيب المستندات دي منين؟ من نيابة طبعا من نيابة؟ يبقى احنا ان شاء الله اللي هنجيبها من نيابة على العموم هي عارفة كويس مكانها فين؟ فين؟ ايه؟ بعدين اقولك الو؟ أنا مجدي يا ليلى لا يا فندم النمرة غلط يلا يا حبيبتي يلا يلا عشان ناكل تخش المطبخ تقفل الباب من المفتاح وتنامي حاضر مع السلامة أنا بقى يا حبيبتي عايزك تاكلي تاكلي جامد قوي عشان كده تربربي حكم السمر دول لما بيربربوا بيبقوا حلوين قوي 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 العب اهو سجن انا اللي كسبت هات السيجاره انا اللي كسبت انت لئيم وبتضحك عليا وبتغش في اللعب يا حاجة أنا كسبت منك يعني الربع مليون دي كلها سجارة سلسة خلصك طبعا شايف كاتبين علينا إيه؟ تاني أنا مش عارف الصاحب ده عايز مننا إيه؟ مستشفى 7 سنين طالب لنا إعدام
ده انتوا مشهورين قوي يا جدعان. طبعا مش مسجونين في مليون جنيه؟ انت فاكرنا زيك يا ابني سارق لي وزه وداخل بقى السجن. انا وضع مختلف، انا حرامي امن غذائي. هات. وانت مزعل نفسك ليه؟ امال انا هيلغوا القوانين عشان خاطر الصحفي؟ لما واحد واثنين وثلاثة زي الصحفي ده يبتدوا يكتبوا يمكن يغيروا القانون وتتشدد العقوبة. عليهم كلها ساعات على الاستئناف ويشيلوا 7 سنين. يمكن يزودهم 7 سنين كمان. فلا الله ولا فالك يا اخي. انا طالع في دماغي انط من على سور السجن واروح اقتل الراجل الصحفي ده. انتوا بتتكلموا على مين؟ انت مالك يا جدع انت؟ اما انت راجل حشر صحيح. حد يتكلم مع القرب باللغة دي؟ معلش يا بندق، اصلهم غش. براءة. براءة عشان خاطر الوش السمح ده. ده احنا وقعنا بقى. اوعى بس شيل ايدك عشان ده انت باين عليك راجل مش كويس. اوعى اهزقوا يا قرن. تهزقوا مين يا جدع انت؟ اهو اجروا لحالكم وسيبونا في قرفنا. الله، العيال دول ما يعرفوش القانون هنا ولا ايه يا قرن؟ قانون ايه دول؟ قانون ايه يا جدع انت تعرف قانون ده؟ انتوا مناظركم وسخه. لا بقى ادبوه ادب يا معلم. طب تسمع. اوعى. موت افهمي. موت ده. انت مع مين يا انت؟ معاك. طب يا شنج مالك؟ قوم. انت مع مين؟ معاك. انا مش قايله لك من الاول. انا شعرفني انها بامتحنت. اجي لها شمال تجي لي يمين، اجي لها يمين تجي لي شمال. سيب لي مرات فهم دي عليا انا. احنا ستات زي بعض واعرف اخليها تتكلم، بس ادعي لي ربنا يوفقني معاها. الهي يا زيزي يا بنت. يمك اسمها ايه؟ فهمي. فهمي رخرة. تعال يا بابا. تعال يا بابا. على فكره يا نصر. ايوه خد لو سمحت النبي بعيد شويه بس عشان بنتكلم. ما تعرفش الواد عصفور محمود بن عنبر في نمره 9 هيطلع لك من الشباك اللي هناك ده؟ الولا عرب ابو عزه والنبي جنب باب الفتوح مقفول هناك. مش هناك على طول هناك. انا ما عايزين نتكلم. انا رحت لمرات فهمي وخدت لها شويه حاجات هي وابنها. مش واجب برضه يا نصر؟ واجب ابو كمال. اصل عرفت من واحد محامي اننا نعمل تظلم وتطلعوا براءه من القضيه. يا ريت يا كمال. ورحت اسالها عن ورق القضيه فين؟ قلت يمكن يكون فهمي شايله عندها. قالت لك ايه؟ انكرت ان جابوا عندها ورق وقالت دوروا عليه في حته تانيه ودلوقتي مش عارف اقابل المحامي بأني وش. انا كمان رقي ناشف معاه ومش عارف مش عايز يقول لي ايه. يبقى بقى عايز يطلع براءه ويفلسعك انت. ده راجل هجاص. ما تسمعيش كلامه وخلي بالك منه. مش عاوز حاجه اجيبها لك معايا يوم المحكمه. تعالي لي هنا الاول هاتي معاك افطار. اسمعي، تجيبي لحمه راس ومنبار وتحشيهم شطه. الشطه بس انت ما بتحبش الشطه. بحبها دلوقتي. تستنيني على الباب وانا بركب الشطه وانا بشطف وانا تجيب الشطه على الباب. على فكره الشغل وامضي امضيتك. بس اوعى تروح تزور مراتي في البيت وتمضي امضيتي. والعمل؟ العمل انك تتنك وراه يمكن يبطل نشفان دماغ ويقول لك مخبيهم فين. هحاول. اذا ماكش اجيب لك حاجه في الزياره الجايه.
لا متشكر يا ابو كمال، نتقابل في الاستئناف. سلم على زيزي. بمناسبة الاستئناف انا مش مخوفني غير جدع الصحف اللي نازل دب فقضيتكم ومحرض الحكومة عليكم. الظالم عليه ربنا ما بيسيبش حد. الزيارة انتهت. سلام بقى يا نصر، وخليك ورا فهمي. ورا فهمي هو انا هسيبه. خش يا واد، خش خش يا مقصوف الرقبة، يا تعب قلبي يا هادي حالي. اسيبك يا واد انت ساعة واحدة ما فيش غيرها. ارجع عليك يا حبيبي كده موسخ هدومك بالشكل ده برضه. ده كلام كنت بقى مع الواد اسماعيل واهل في الارض وبيحمل فاول. مين الراجل الطويل العبيط اللي كان بيلعب معاكوا ده؟ ده حاجه مش بيحسب الفاولات. هو يحسب الفاولات وانا قلبي ينقطع في الغسيل. ده جرح عليا بلانتي. الهي يندرب في قلبه، ضربه حره غير مباشره. يا شيخ تجننت. يا لهوي العيال خدت بالها. ايوه مساء الخير. مساء النور. مش شقة استفاني برضو؟ ايوه يا حبيبتي وانا الست بتاعها. اهلا وسهلا. انا يا زيزي. اهلا بيكي. خطيبة نصر زميل. اهلا اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. اهلا وسهلا. اتفضلي ارتاحي. شكرا. اهلا وسهلا. الحقيقة انا كنت جايلك في موضوع بس مش عارفة ابتدي ازاي. قولي يا حبيبتي. فهمي ونصر ممكن يتحكم ببراءتهم يا است زينب لو عملنا لهم تظلم. المحامي بتاع نصر هو اللي قال لي كده. ده كمال افندي صاحب فهمي كان هنا وقال لي كده برضه. هو رغر يبقى المحامي بتاعي صادق. وقال ان الحاجه اللي ناقصه الفلوس. المحامي بتاعي طلب 900 جنيه، بيني وبينك اتصرفت في 300 ومش عارفه اتصرف في الباقي. يا ريتك جيت انت ولا كمال بدري عن كده يوم واحد بس. ليه؟ اتصرفتي في الفلوس؟ لا بس كان صاحب البيت هنا يمكن كان ساعدني. طب هو فين؟ راح بورسعيد، اصله عنده شغل كتير. اصل عقبال امالتك مهرب كبير قوي قد الدنيا. اه طب استاذن انا. على فين؟ مش تشربي شاي ولا قهوه؟ معلش نشربها يوم براءتهم يا حبيبتي. مع السلامه يا حبيبتي. ربنا يكرمك يا رب. يا عم يا رجل ايه اللي حصل؟ افرح ايه اللي في وشك ده؟ الله ايه اللي حصل لك بالظبط يا فهمين؟ ايه يا اخي كنت بلعب القطه بتاعتي. الله بتلعب القطه؟ انت حطها فوق دماغك عشان تخربشك في دماغك. يا ريتها خربشت نافوخك من جوه. خلصتني منك يا شيخه. يا رب تموتي. يوسف ايه مالك في ايه؟ الزراعه يا يوسف. اه السبب في اللي جرالي ده. اه مين؟ الافندي اللي فوق. اه الاستاذ مجدي كلك دماغ؟ ما هو دماغه كده. ها كل دماغ عبيط ياكل لي دماغه وروح فيها. امال ايه؟ يبعتني في مهمه علشان ياكلوني دماغ هناك وهو يطلع منها زي الشعره بالعجيب. ركزي مره معايا. ركزي مره معايا وقولي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط. رحت شركه التلفزيون. طب ركزي ما تعيطيش بس. ايه اللي حصل في شركه التلفزيون؟ ضربوني ضرب. يا ساتر يا رب. باين عليك. بعدين وعارف ضربوني ازاي؟ زي العلقه اللي بياخدها الحرامي لما يتمسك في عرزات. عارف بيعملوا فيه ايه؟ بالجزم. بس معنويا. معنويا لسه. انسانيا. على فكره بقى دلوقتي بس عرفت وتاكدت ان عندك شرخ في نافوخك السيكولوجي. وانت عندك شرخ في سقف حلقك. ما ايه ده؟ على فكره انت عارفه مكاني كويس. فين؟ مش هقول لك. سلمتني. تعال تا 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 تعال فوق. لا تتعجب انها اراده الله. ايه ده؟ انها اراده الله. ايه ده يا نجلاء؟ يا ناس يا شر يا ارض. ايه اللي عمل فيكي كده؟ حضرتك عم اصل في شركة التلفزيون قابلوا ناس طيبين كويسين ولاد حلال متربيين قابلوها كويس. دي سكرتيرة. ده رئيس مجلس الإدارة ورم. ايه اللي خلاك تروحي شركة التلفزيون؟ يا استاذ مجدي مش حضرتك قلت لي روحي هات المستندات اللي بتاعت التلفزيون اللي كان قد كده ودخنوه قد كده ودخلوه في ال ده كلام يا نجلاء؟ في حد يروح يجيب مستندات ضد مجرم من المجرم نفسه؟ يا بيه انا رحت شركة التلفزيون ودخلت قلت فين صاحب الشركة دي؟ بعنجهية كده راحوا مدخليني عليه. قلت له ايه حكاية التلفزيونات المسروقة يا حرامي؟ فخلقته لرئيس مجلس الإدارة. بتقول له يا حرامي كملي. ايوه بس يا بيه مد صباعه وداس داس داس من هنا ولقيت جميع البشر من أركان الدنيا الأربعة بيضربوا فيا. مش ده اللي قلقني بقى يا بيه؟
لا لا لي صوت غريب سمعه في ودني قلقني كده اهو. الله ايه الصوت ده؟ اتاني صوتي من كتر الضرب والجعير يا بيه. لحتى الله يستره، الله يكرمه، الله يرزقه بالذريه الصالحه. مين ده؟ مين؟ واحد امير. انقذك؟ لا، فقعني شلوط نطرني بره، لقيت نفسي في حجر واحده ست جايه في الاوتوبيس اللي جاي عليا. حبيبي قال انا اللي كنت معتمد عليها في موضوع بكره. ايه موضوع بكره ده؟ ايه بيه؟ موضوع محاكمه بتوع شركه الكهرباء. الاستئناف؟ الاستئناف اللي هيبقى نقد. ما انت الاستئناف معاك يبقى نقد. يبقى نقد لعبتي يا بيه. لازم اروح للعبتي. اسمعي بقول لك، اوعي البيت قبل ما تروح بقى لازم تديها العنوان، لان دي ان شاء الله المره دي هتجيبها من عند المفتي. على رايك. اسمعني. نعم. اوعي تروحي لوحدك، تاخدي يوسف ومعاك المصور. لا يا بيه انا اروح لوحدي. هتروح لوحدك ايه والضرب؟ عشان ما يحصل لكيش اللي حصل. ثم يا بيه انت ايه في ايه؟ مالك انت يا بيه كترت كده ليه؟ كترت؟ الله انت إيه؟ انت 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 ما قلتش ليه انك جايب اخواتك معاك؟ الله اهلا وسهلا. ثم يا بيه انت مش واثق فيا ولا ايه؟ انا ما حدش ابدا يقدر يمد ايده عليا خالص، ده انا اللي يضربني. ده انا لا انت تتضرب يا حلو قوي، تتضرب يا حلو قوي. من اي وقت انت وانت نازل بروح اضربك؟ اي واحد في الشارع هيشوفك انت الضرب الاحمر اتسمى عليكي. استنى بس يا يوسف اسمعي. ايوه بيه. ما تروحيش لوحدك، تاخدي يوسف عشان يسندك. اذا كان يسندني معلش. اسندك معلش، اسندك بس بعد ما تتضربي. يلا يا فهمي. فهمي فهمي. والنبي يا اخويا الله يستر. ممنوع يا ست. يا اخويا جايبه له الاكل طالب مني اكل. قلنا ممنوع. منو بكسعوه يا اخويا؟ منبر ولحمه راس. جبت المنبر؟ ايوه يا اخويا. والشطه؟ والشطه كله. ازيك يا سعيد؟ خلي بالك خلي بالك من امك. يالا ما تاكلش ده الا في العربيه. امرك. اوعى تروح بيه المحكمه. يلا. السلام عليكم. على السلامه يا اخويا. اطلع خش. حسب فهمي ايه ده هتتخلع؟ بسم الله. حاسب ما تشوف مش عارف اكل، بلاش فطار بقى النهارده. لو سمحت ممكن تفك الكلبشات ثانيه واحده؟ ممنوع. بلاش احراج يا نصر، ده حي الله. لا راح ولا جه عسكري، ما اقدرش افك كلبشات. الراجل ما اكلش من الصبح على لحم بطنه بقاله 7 ايام. مش ضروري مش ضروري يا اخي، تهزقوه بعدين. تاكله بسرعه دي مسؤوليه. أفك. طبعا بسرعه. ربنا يسترها معاك، انت راجل امير، ربنا هيخليك ظابط ان شاء الله. ان شاء الله. ظابط. خد امسك. خد ده ادي لي ولادك، امسك. طب حامد. حامد قول. من هنا وشوف. بسرعة خد الورق ده وعلى المطلع. من غير مراجعة؟ أنا راجعت. حاضر. إيه ده؟ عبد. السلام عليكم يا بيه. سلام يا نجلاء، عادي. أما يا بيه بقى النهاردة العالم بقت آخر تسيب، حتى الحرامية بقى عندهم تسيب. تخيل سيادتك محكمة طويلة عريضة منصوبة والقاضي قاعد محترم والستات راحة متكلينة وأنا قايلة إن أنا جاية يوم الحرامية ما يجوش. قصدك تقولي إيه؟ أنا مش فاهم. المحكمة انعقدت والقاضي موجود والمتهمين ما جوش؟ أهو ده اللي حصل. قولي إنك كسلتي وما رحتيش. المصحف الشريف رحت يا أستاذ. أمال يوسف فين؟ سبته هناك في المحكمة مع صحابه. معقول ده يا نجلاء؟ تسيب زميلك من غير ما تعرف الظروف المحيطة بالعملية إيه؟ لا يا أستاذ مجدي بقى، دي مسألة كرامة بقى. أنا مؤاخذة. كرامة إيه دي يا نجلاء؟ الله، معقول يعني سيادتك تدي ميعاد مثلا
مجان بتمثال نهض الطلخه، والام اللي جايه ده ما يجيش خالص يعني؟ يعني اولا دي مساله كرامه، ثم العيال الحراميه دول ما جوش وانا لازم اخسر عليهم هذه العطل عشان ما يعملوش الحركه دي تاني ابدا. يا شيخه اتكلمي كلام معقول، محكمه تنعقد وقاضي موجود والمتهمين ما يجوش؟ اه والله. والله العظيم انت هتجنني يا شيخه. ان شاء الله اللي يكرهك يا بيه. نعم. في واحده صحفيه مثقفه خريجه جامعه امريكيه تقول ان شاء الله اللي يكرهك؟ خلاص. ان شاء الله اللي يحمل لك الضغينه. اه شفتوا يا جماعه؟ شفتوا اللي حصل؟ ايه؟ الاثنين الحراميه بتوع شركه الكهرباء هربوا من السجن. ايه؟ هربوا؟ ايوه. ده فعلا تسيب. ازاي الناس دي تهرب؟ انا قلت الحراميه دول خطيرين ويجب اعدامهم. اسمع يا يوسف. ايوه. الحق وفاء وهات منها المقال المعدل للنشر وطلع لي حالا. اوكي اعدام الاثنين. يلا يا يوسف. ايوه ماشي. هروبهم ده لطمه في وش المجتمع كله. تسمح لي يا فندم اتابع موضوع الهروب بنفسي؟ نجلاء اعملي اي حاجه انت عايزه تعمليها. شكرا قوي يا فندم. على فكره يا فندم انا هرجع لسيادتك ان شاء الله بمصيبه. نعم. على دماغ قلات الادب اللي هي. اتفضلي يا نجلاء. ايه ده؟ قوم. مش قادر. لو استنينا اكتر من كده هنتقفش. طب سيبنا اخد نفس شويه صغيرين بس. اسمع اسمع نصر. نصر احنا لازم نفترق عن بعض. احنا نفترق وكل واحد يروح من ناحيه ونتقابل في مصر. ايوه صح ماشي كلام. وانت تاخد الفلوس وفص ملح وداب. اصل هروبنا مع بعض صعب. رجل على رجلك يا فهمي ما تحاولش. مش ممكن اسيب عيني تغفل عنك لحظه واحده. طب قوم قوم. سيبوني. ايوه هيودينا على فين؟ انا عارف. المهم يخرجنا من المنطقه دي. وبعد كده؟ وبعد كده كل واحد يروح لحاله. والفلوس؟ ايه الفلوس؟ اه صحيح الفلوس. ناوي تلهفها؟ ما تبقاش لقاق. أول ما يخش الليل نطلع الفلوس وننتهي منها. ونقسم على اتنين؟ لا، نحط الكمان نصيبه في البنك. أنت شايلهم فين؟ تاني؟ شايلهم فين؟ رايح في 60 داهية. حضرتك يا بيه. يا بنت عقل انا حبستك. هديك فلوس. بوسه بس ما بصكيش. حموت حموت يا شيخه. يا شيخه بوسه تيجي. بوسه بوسه لله يا شيخه. يا بنت هديك فلوس. يا بنت يا بنت هديك فلوس. يا شيخه هديك بريده. ارحميني يا شيخه. يا شيخه ارحميني. هديك فلوس والله. هديك بريده. حرام عليك. فلوس كتير قوي قد كده. ده انا يتيمه وغلبانه. يا بنت اسمع الكلام بقى. ما تبقيش بقى تنزل. اللي بتعمله ده يا قليل الادب. ايه ده؟ انت حراميه ولا ايه؟ اه حراميه. ولو انت راجل صوت ولم علينا الناس احنا نفضحك يا قليل الادب والاخلاق يا بتاع البنات. يا مجرم يا وسخ. اقعد
تضرب زي ما انت عاوز. ضرب يا حضري ضرب. بص يا باريزه، ده كيلو الباميه ب 170، كيلو الباميه ب 170 قرش. صوت صوت يا طفصه بتاع البنات. يا ست يا ست مهيا اسمها ايه؟ صوت قول. زي ما انتوا عاوزين. خد اتعم عطوي طلع يا مالك. يا بول يا بول اسكت اسكت. يا بول يا بول يا جبان فين اللي معاك؟ يا بول اسكت ورا كلمه. خد شده معاك امسك. يا بول اسكت ورا كلمه. اسكت 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 احسن ما دام اسكت اسكت. خد امسك ايه؟ توبه بهذا توبه توبه. ادي اللي كنت خايف منه، هيوصلوا هم الفلوس وانا اتسوح. انا عارف ان دي لعبه فهمي. فهمي؟ ايوه. طب انا عندي فكره، ما تعدي على مرات فهمي، يمكن بعد ما خرج من السجن اروح لها. والله يا فهمي. عايزك تكوني قدام عيني بعيد عن التلفونات، ووقت ما احتاجك القاكي. انا مش جاريه عندك. اه قولي بقى انك عايزه تبقي في مصر عشان تدوري على حل شعرك. انا ما اسمعلكش تقول الكلام الفارغ ده. عارفه عندنا الست اللي تعمل كده واللي تقول كده يحصل لها ايه؟ الكلاب ما تعرفش لها طريق جره. سيبني مش مسافره معاك ولا عندك اعمله. ايه؟ يا متوحش. بالله العظيم ثلاثة لا انت مسافره النهارده في التو واللحظه. ست ام مجدي اتفضلي انت من غير ما ترد. انا بقى هجيب العربيه دلوقتي والرجاله ونسافر. ها كتك داهيه. هتعملي ايه دلوقتي يا ليلى يا بنتي؟ دقيقه واحده يا طن. الو. ايوه يا ليلى. الحقني يا مجدي، الراجل المجنون ضربني قدام مامتك ومصمم يسفرني معاه دلوقتي، ولو خدني النهارده هيجيلكوا خبري بكره. انزلي مع ماما وروحي بيتنا وانا هتصل بيكي هناك. لو رحنا بيتكم هيجي ورانا وبيهدلنا عندكم. مش هيلحق. اول ما توصلي استنيني على باب العماره وانا هفوت عليكي بالعربيه واخدك. حاضر مع السلامه. هي قالك ايه؟ يسلم نفسه. يلا. حاضر يا اخويا. مع السلامة. بابا جد. بابا جد. انت زيزي. ايوه يا فندم. معايا امرك تفتيش. خير يا فندم. انت طبعا تعرفي نصر عبد البديع. ايوه يا فندم، كان خطيبي وفسخته الخطوبة بعد الحادثة بتاعته دي. فتشوا الشقة. وتعرفي طبعا انه هرب من السجن. يا نسبتي. وحضرتك مين؟ كمال فتحي. موظف هيئة الكهرباء. في احتمال ان نصر يحاول انه يتصل بيك. لو اتصل بيا هتصل على طول بالبوليس يا فندم. ضروري. حاضر. مفيش حاجة مش فطرت. يا حلاوة
اللعبة قربت على آخرها. أمال تجنن. أهلا مجدي. إزيك يا ليلى؟ أهلا مجدي. اتفضلوا. إزيك يا سمير؟ إزيك يا مجدي. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ يا سيدي ليلى جوزها مزعلها وعايزها تسافر تعيش مع ضريرها. الراجل ده باين عليه اتجنن. اضطرينا نيجي على هنا. خفت لا يطب علينا في البيت وبعدين يعتدي عليها تاني. الراجل ده عايز حته دين علقه ما يقومش منها تاني. هي ماما كانت هنا ولا ايه؟ لا ليه؟ لانها بتقول نفس الكلام. اقعد اقعد يا ابو تعالى اقعد يا لي. ايه امال فين سعاد ومجد؟ سافروا اسكندريه يا سيدي عند حماتي اللي هي عازمهم على كابوريا. ايه انت خارج ولا ايه؟ انا كنت عايز اقعد معاكم شويه عشان اشوف موضوع ليلى، انما عندي شغل مهم جدا دلوقتي. هحاول ارجع لكم بسرعه. طيب مع الف سلامة يا سمير. ما تنساش يا مجدي لو خرجت قبل انا ما ارجع بسيب لي المفتاح تحت الدواسة. ماشي. سلام عليكم. مع السلامة. اجيب لك حاجة ساعة تروايك؟ ماليش نفسي يا مجدي. يبقى شاي. اسمح تعال ندخل نستخبى في البيت اللي هناك ده. نقفشونا. مين دول؟ اصحاب البيت. لا ده الظاهر عندهم فرح ولا طور. تعال نلبس هناك ونستخبى. شخرمان وشخرمان بدنجان وبدنجان سكر سكرنا ليا سمبك سكرنا ليا عيتا ما بنجري جبليك باردري امبرو ده السجر مجريك باردري. اصحى معايا نقول كمان حدش مشغول البال حدش عنده سؤال. ايوه حدش مشغول البال حدش عنده سؤال. هجرني من غير سبب يا ابله، قول لي اعمل ايه؟ اسمع يا شابه، خدي الحركات دي وعلى شويه ويكه لخبطيه يشربوا 2 دقيقه يجيلك تحت رجليك ويقول لك يا حبيبي وحشتني ترقوا عليك وغوشتني. امسك سلية يا سلسل. طلباتك ايه يا سنية؟ اتجوز عليا ما سألش فيا، اعمل ايه؟ وريلي انك رمتي من قلبك وخلعتي وتعوجي واعملي نسيا والشاغل يصبح مشغول، ولو قالك عشان تسمحيه على طول على بوزه وتروحي ضرباه بحق طرافولتا وعدوية. تعالوا تعالوا اركب الهوى واستر. ادي احنا جينا لا من باب ولا من ترسينة. امك جيت وابوك ترسينة. لا 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 انا شكمان وده عفركوش. اي واحده عايزه جوزها اي حاجه تطلب تقول عفركوش تلاقينا على طول. عايزه ايه يا اموره؟ ولا حاجه ولا حاجه. انت عايزه ايه يا فكوشه؟ عايزه جوزي. انفع ده انت برقبته نصب على البلد كلها يا ابن الحراميه. انا خدامك. ولما انت جبان كده وخايف بعتنا ليه وخليتنا نسيب صحابي العفاريت اللي على القهوه؟ اتكلم انت. انا في العرض بتاعك. اي حاجه يا طارق. هات هات الطربوش ده. هات الهدوم اللي هناك دي. وانت اخلص اخلص. بتعمل ايه؟ جوزها طالب منها الحاجات دي. هات اي حاجه بس تقول يا عفركوش. انت بتعمل ايه؟ كل دي هات يا حرامي. هات هات بتعمل ايه؟ جوزها بقول لها خش ايه؟ تعالى انت ايه؟ اي حاجه جوزك يطلبها منك قولي يا عفركوش وانا جيت على طول. الف سلامه الف سلامه الف سلامه الظاهر يالا احنا مهمين بشكل. لا هم بيدوروا علينا علينا عشان مهمين. امال عشان يمسكونا وهزقونا وضربونا عشان نكون عبره
كل واحد هارب من العدالة في هذا الكون. طب اسكت اسكت بس. وعنها وقلت له ايه يا استاذ مجد؟ القضية دي انا اللي هحلها. طبعا انت مش فاهم اي حاجة. شوف يا حبيبي، اصل انا ايه، الصحافة دي في دمي، فاذا بطلت صحافة يبقى ما عنديش دم. ما تاخد نفس، خد نفس يا جدع، ما انت رئتك اللهم صل على النبي حلوة ايه واخر تمام. بس فانا ايه، فالعربية العربية واقف يا عم، واقف البتاع ده واقف. استنى استنى، عندك من انت؟ ايه مش عارف. مادام ما تعرفش يبقى مقبوض عليك. انا بكره بكره. عارف وعارف انك اتجوزتيه غصب عنك، لكن النهارده هو جوزك وانت مراته وواجب عليكي طاعته. انت بتتخلى عني يا مجدي؟ يا ليلى موقفنا حساس، وده جوزك، واي محاوله مني تبقى اعتداء على كرامته وشرفه. يبقى خلاص انا هتصرف. هتعملي ايه يعني؟ هتعملي ايه؟ هسيب البيت واطفش، ولا حد منكم هيعرف طريقي. في الحاله دي اول واحد هيرجعك ليه انا، لان المساله تتعلق بكرامه العيله وكرامته في نفس الوقت. كل اللي يهمكم الكرامه، وعمري وشبابي وحبي يترموا في الارض. انسان بدون كرامه يا ليلى ملوش اي قيمه. المحافظة قالوا لي مش هنسلمك العربية إلا لما التعقيق يخلص. خلاص معلش، كلها يوم ولا ثلاث سنين ولا حاجة، ونثبت لهم إن العربية ملهاش علاقة بالهروب خالص ونستلمها. لا يا سيدي، أنا عايزة أستاذ مجدي يجي معايا يطلع لي العربية، يعني لما أروح لمامتي في البيت أقول لها العربية راحت فين؟ قولي لها اتسرقت. سرقت إيه؟ قولي لها اتمسك التحري في الاسم ولا في المحافظة. يا سلام، بعد الخطة الصحفية اللي أنا عملتها اللي هزت أرجاء العالم من الركن اليمين للركن الشمال وفطعت الدنيا خالص، أروح لماما عشان تمسح بيا البلاط؟ اسكتي. خطة صحفية منين يا نجلاء؟ أنهي خطة صحفية؟ أديكي بدي خطة صحفية أنهي؟ أنا بقول خطة صحفية مش خطة بالطقطقة. ثم أنا عاملة خطة صحفية، مفيش حد لحق المجرمين ولا صورهم في الشارع وهم غربانين وفلسعين كده على الآخر غيري. أنت بقى لحقتي لحقتيهم. بس لحقتي إيه؟ دي صور مصورة ليه؟ شكمان شكمان وعمود عمود إيه ده؟ كربراتير باين. وإيه الجزمتين دول؟ إيه الجزمتين؟ يعني خلاص مكتفية أثر الأحذية بتاعت المجرمين؟ والله العظيم أنت ما بتفهم حاجة. أنت اللي ما بتفهميش. وبعدين أنت عارفة كويس بقى مكانك فين، وهقول لك بصراحة بقى. أنا بقى جالي كله في نافوخي وعايز أعرف مكاني فين بالظبط. في البيت. إزاي يعني؟ تلاقي ابن الحلال الشاب الحلو المهندم اللي يتجوزك ويقعدك في البيت. اتنيل يعني؟ هو انا لو كنت لقيت كنت شفت وشي؟ هتلاقيه هتلاقيه يا نجلاء بذمتك. هتلاقيه هيتجوزك ويهنيك، تطبخيله وتغسليله وتولديله. وبعدين وبعدين برضه هيطلقك. عارف انت ايه اللي هيهدك؟ ايه اللي هيهدك ويفيش شك؟ انك تتجوز واحده زيي. لا 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 مش تقع بينا. بينا ايه؟ لا دي فيها ناس. طب وبعدين؟ طب لا تيجي نخش. نخش ازاي؟ نخش ازاي ايه؟ درويش هموت يا درويش. هموت يا اخويا قدامي يا سلبي. وافتكر بعد معاملته ليكي بقسوه وعنف بالشكل ده القانون هيبقى في صفنا. يا ريت يا ريت يا مجدي كنت بقى اسعد انسانه. وانا كمان يا ليلى. ونتجوز ونتجوز. ده لازم سمير اخويا
لو سمحت يا اخويا الولية هتقول لا مؤاخذة، لا مؤاخذة الشاب عقبال عندك يعني، لا مؤاخذة. هموت يا درويش. معلش يا سلام. في ايه مالكم؟ في حالة وضعي لو سمحت يعني. طب احنا خارجين ومستعجلين، تعالى اوصلك اقرب مستشفى. لا ما تروحش، انا مراتي ما تروحش مستشفى. لو النبي ما اروح مستشفى مولد اللي عند امي. لو النبي هو البسه يومك. اتفضل خش يا زلمه، خش يا اختي. رايح فين يا هدى؟ انت اهو. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شويه ميه سخنه عشان الست ترتاح شويه. هموت يا درويش. خلاص يا زلابي. هموت يا اخوي. خلاص يا اخوي. يا استاذ احنا مستعجلين ولازم نخرج دلوقتي. احنا يا اخويا مش مستعجل، اولد براحتي. لا براحتك يا زلاب، براحتها يا اختي. براحتها يا شباب، كلها ساعتين ثلاثه وترتاحوا بالنيل. يا درويش هموت. دول هيقعدوا ساعتين ثلاثة. يا اختي ساعتين ثلاثة. انتوا هتقعدوا ساعتين ثلاثة؟ لما هينزل يا اختي. امال ايه؟ مالك؟ ما هي مش انت مش مراته ولا ايه؟ بينها مش مراتي. درويش ده بينها مش مراته، مش صاحبة العوامل. ما دي كمان مش مراتي، مع انها حامي انما مش مراتي، وان شاء الله هنجيب ولد. لا بنتي يا اخوي. ولد. لا والنبي بنت. يا اخي خلاص خلاص خلاص. وهي ايه؟ ايه؟ ماليش مخلفة، والله ماليش مخلفة. هو انتوا؟ ايوه احنا. ومش هتخرجوا الا لما نخرج مع بعض ونكون اطمننا تماما. انتوا كده بتضيفوا جريمه اخطر من جريمتكم الاولانيه، جريمه خطف. جريمه خطف؟ ده بقول جريمه خطف. ده احنا اتعرفنا. بيتكلم زي الصحفي اللي اسمه مجدي بدر ده يا سيدي. انت فاهم سويلم، وانت نصر عبد البديع الهربانين من السجن النهارده. انا هبلغ البوليس حالا يقبض عليكم. طب بلغ البوليس يقبض علينا وعليكم. تعالى اي حركه هضرب في الرقبه، اوعى تتحرك. عبدين خش لقتلك الارض انشقت وبلعت. يا نار لو يد انت ما جيت على ثم رجبت. يا عمي هدي نفسك، هدي نفسك. لازم نعرف هي بس موجوده فين. الامور عمرها ما تتعالج بالعنف وبالتهديد ابدا. بتعصى اوامري يا ابن اخوي، بتعصى اوامري. يا عمي هدي نفسك، هدي نفسك لغايه بس ما نلاقيها. وابن عيي محدش رحمني، كل الناس دورولي وشهم، حتى اخويا ابن امي وابويا. كل الناس ولادها بتاعي، محدش بيفكر انه يسرق عشان يعالج ولاده. دي غلطتك انت اللي ما عملتش حساب يوم زي ده. حساب ايه؟ لا واحد الله، ده انا دخت السبع دخات على 100 جنيه لبنت زيز الرقاصه، محدش بل ليه واداهم لي. اسكت اسكت. شفتوا ازاي انكم تستحقوا الاعدام؟ اعدام؟ الواد ده حافظ كلام مجدي بدر الصحفي. ما انا مجدي بدر الصحفي، وهفضل وراكم لحد ما اسلمكم الحبل المشنقه بايدي. انت مجدي بدر؟ شفت يا اخي الصدفه الغريبه؟ شفت؟ صدفه؟ الصدفه دي لو حصلت في فيلم محدش هيصدقها. هي فعلا صدفه تقرف. ودي تبقى مين؟ انت مين يا شاب؟ مالكش دعوه بيها وابعد عنها. لا بس عشان نعرف جوزها ونتصل بيه ونسلمها له. انتوا سفله. ونظريتي فعلا في محلها ومش ندمان عليها ابدا. تعرف يا نصر؟ الظاهر ان احنا مش بس اللي بنهرب. لا كل الناس بتهرب من الزعله، اللي بيهرب من امه واللي بيهرب من ابوه، اللي بيهرب من الضرايب، امال ايه؟ كل الناس بتهرب. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس فيهم ونوديهم في داهيه. لا حرام، حرام يا فندم، يتشينوا. كفايه. انتوا ايه؟ ما عندكوش دم ولا ادب؟ عايز تعرف احنا مين؟ احنا ناس سرقنا بس بشرف. انت سرقت بس من غير شرف، سرقت عرض واحد تاني. الفلوس اللي احنا سرقناها ممكن تتعوض، لكن العرض يتعوض ازاي؟ احنا عقوبتنا في الشرع بالكتير خالص قطع اليد، انما عقوبتك الرجم، الاعدام. الاعدام اللي انت بتطالب لنا بيه انت احق الناس بيه. اخلص انت كذاب، احنا اشرف منك ومن اللي خلفوك. بس حلو، بس خلي البي يخطب. استمر استمر يا متر. عين ايدك من عليها يا كلب. انا حلال عليك وحرام عليا انا، بالله العظيم لا اكون بايسها البوسه الكبيره. تعالي سيبها يا سافل يا مجرم يا حيوان. سيبها سيبها يا نصر. انا عيان. سيبها يا سافل. سيبها نصر. سيبها. انا عيان. استنى. ايه ده؟ ايه ده فندم؟ تضربني عشانها؟ معلش يا نصر، احنا ناس كمر حراميه نسرق فلوس مش ستات. وتليفونكم مسدود ما بيتكلمش، قلت اجيب نفسي لحد هنا. يا اهلا وسهلا. هو وصل بس لحد اخوه يحلوا مشكل صغير كده. ياه ده انا كنت عايزاه ضروري ضروري ضروري. طب البي اخوه عنده تليفون؟ ايوه يا بنتي 912 530. 900 وده ملاك الجيزه ده. تليفون تليفون 912 530. طيب بما ان بقى تليفونكم مسدود انا انزل اكلمه من بره. ممكن بره برضو يبقى تليفونهم مسدود. طب ما تديني العنوان احتياطي. شوفي يا بنتي. ايوه تعدي كوبري الزمالك كده. أيوة. تالت عوامه على اليمين.
كوبري طب انا عديت بقى كوبري الزمالك في ناحيتين بقى يا فندم، ناحيه فيها البالون وناحيه فيها الغطيس، العوامه بقى لازق في البالون ولا في الغطيس؟ يا بنتي في البحر عوامه. عوامه الله، ده ايه ابن ستك بقى سباح بقى؟ لا ضابط بوليس اسم الله عليه. لا اله الا الله، ضابط بوليس وسباح، والله خير ما عملتي يا فندم. انا اعرف ناس كتير يبقى ضابط ويعوم في الميه بيعوم بقى بره. بس يا دي انت الله فين لاقي ناس تمومكتي؟ ايه ده؟ ايه التهجم بالطريقه دي؟ في ذوق يا راجل انت. زوج للستات اللي عندها زوج، اما اللي تخطف النسوين من رجلتها مفيش زوج. الله 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 الله، انت فاكر نفسك ملك الهكسوس ولا ايه؟ الله الله الله، اسمع يا جدعان انت تحترم نفسك وتخليك جنتي، واذا ما حطيتش لسانك جوا بقك هطردك شر طرده بره. هو اللي دفع عن شرفه ينطرد يا عالم؟ شرف ليلى يهمنا اكتر منك، ولو كنت بصحيح خايف على بنت صغيره من دور بناتك ما كنتش اشتريتها بفلوسك. قالت هنت يا رجاله. شوف بقى يا جدع عم تلفس انت، ليلى لا يمكن هترجع لك تاني بصراحه بقى، انت راجل عجوز ومكركب ومناخيرك قد الكوز وبتاخد حقن جلوكوز في شنبك كمان، عاجبك ولا لا؟ اهدي ايه انت، مناخير دي ولا كيس دهن؟ عايز اعرف انت اتخلقت عشان تتهزق، عاجبك ولا لا؟ مين الواد الكابتن ده يا ام مجدي؟ واحده ربنا بعتها من السما تهزقك عشان تاخد بتار ليلى. انت حشره ادميه محسوبه على 44 مليون بصراحه، وانا بقول لك بقى ان ليلى لا يمكن هترجع لك بقى بصراحه. شو يعني اطلمت معايا بقى زي ما بطلمت معاك، وهتطلقك ليلى بقى وهتضربك بالبلغه. الرشيدي يضرب بالبلغه القديمه، وليلى كمان اجدع منك بقى ومن اللي خلفوك. ها تعرف لو ما كنتش عيل صغير كنت اذبحك دم دم. شكرا معلش. يا شاب اميره محترم. دي انسه دي ذكر يا جدع، بيقولك عليا انا اللي انسى، معلش عينه ضربه ملف. انت شاب وسيم، انت بتقعد على اني قهوه؟ انت يعني عشان اجي نتصل مع بعض قبري لما يلمك. شوف بقى، مع اني ما ترجمتش اللي انت قلته وعايز انيس عبيد كده تحتك، انما بقى اهو انت واللي خلفوك. على الهموم خلي حالكم، اشبعوا بيه، بلغ ابوه وجميع المسؤولين عني اني هطالب بالتلات. يلا يا غدا. يا الف نهار ابيض. يا سلام، قال يعني اتطلقت من مش عارف مين؟ دي تقعد على البساط وتختار ستسيبك. قال ليلى قال ما شافش ليلى ولا ايه؟ دي ليلى قمر، ليلى سكره، دي ليلى تتحط على الجرح تخليه مش عارف ايه يعني. انت تعرفيها ليلى؟ هي مين ليلى دي بصراحه؟ والله عمري ما سمعت عن حد اسمه ليلى. اما اروح بقى الحق استاذ مجدي. سلام عليكم. على فين؟ عند كوبري الزمالك وبعدين امبابه. مش سكتي. والنبي اعمل معروف وديني، وبعدين روح مشوارك. تروحي مدينه نصر؟ يا ابني انا عايز اروح امبابه. مدينه نصر احلى واهدى. احلى واهدى ازاي؟ مش فاهم انا. اهدى ازاي يعني؟ حفى الساحك وروقك وبعدين اوصلك. تروقني؟ شايفني معكره عشان تروقني؟ يلا يا ابني يلا يا ابني، ربنا يحنن عليك. يلا يلا. كده رجليك تتعب، ما بلاش نشفان مخ وتعالي. فاني هخلي ليلتك مطينه بطين. دمك خفيف واخر ضرب. وانت دمك اخر سم. Thank you.
وواجب المجتمع يعاقبهم. يعاقب؟ قال يعاقب. يعاقب مين ولا مين يابا؟ لو عايزين يعاقبوا كانوا عاقبوا نص الناس اللي موجوده. منحرفين في كل مجتمع قله، عاملين زي نقطه الحبر لو وقعت في برميل ميه اتعكروا. عليك كلام الجدع ده. تعرف يا نصر، انا اعرف واحد صاحبي صاحب بوتيك بيكسب 3000 جنيه في اليوم من الاسبراكس. ما في اصحاب بوتيكات كتير شرفه، مش مهمه البوليس لوحده انه يعاقبهم، دي مهمة كل إنسان شريف. معقولة واحد غلبان زي يروح لواحد فيهم ويقول له أنت حرامي؟ طب ده أقل واحد فيهم راكب السوزوكي، واللي راكب التمساحة، واللي راكب الحلوفة، واللي راكب الخنزيرة. مع إن الخنزيرة حرام. لو سمحت يا بيه، ثانية واحدة بس أحسن، لا مؤاخذة، الجزمة زمت على صوابعي. سيادتك تلاقي الصباع الوسطاني بقى الاثنين الشمال والاثنين اليمين زمتين عليه قوي. مش سيادتك برضه المسؤول عن البقعة دي؟ بقعة؟ المنطقة يعني. انت حضرتك عايزة ايه بالظبط؟ انا عايزة يا بيه تالت عوامة على اليمين في الخطيص. تالت عوامة؟ ايوه. ادي عوامة، الثانية الثالثة تبقى هي. يا سلام. طب افرض بقى انا عديت وطلع العد مش مظبوط وما طلعتش عوامة المقدم سمير بدر، اتدبس؟ فهمت. تعالى اوصلك عوامة سيادة المقدم بدر. طب يا بيه اتفضلي. بس بشوش عشان زامت عليا قوي يا مؤاخذة. مش عايز اي حاجه من المطبخ، هدعبس على اي مأكولات. انت ما بتشبعش. واشبع ليه؟ رباتاتورا. وهكلم لك بقى سياده المقدم عشان يرقيك فول. شكل انا كده كويس خالص. ولا اقول لك يرقيك كونستابل احسن. ما انا ابوها من زمان. لا طبعا زي ما رجعوها لك تاني. الله، اسمع، انت هتخش معايا؟ استناكي لما تتاكدي من وجودهم جوه. طيب صح. طب اتفضل حضرتك. اسمع، اسمك ايه؟ مفيش جاعة دلوقتي، وحابة اتصل بحضرتك في الجريدة. طيب ابقى اقول لهم نجلاء فتحي. لا اقول لهم نجلاء عبد الفضيل الجعر. انسى الجعر، الجاكيتة ولا على ايه؟ نشحتها. ده لازم سمير. سمير، سمير، خش يا سمير. خش يا سمير، ده صوت الاستاذ مجدي. اللي هناك ده، وبعدين ايه انت مالك عم ايه ده؟ شويه شويه بتكلم. وبعدين رحت في ايه؟ في ايه؟ في ايه ده؟ بتكلم يا اخي، يعني لما ابقى بتكلم مع العالم ما تبقاش ايه يعني بس. ورحت قرت الراجل عايز يطلق، قال البيت. يا حلاوه يا ابني يا حبيبي. ايه يا ابني؟
اديني ايدك. اديك ايدي ليه؟ اديني ايدك. ايه اديك ايه؟ قال اديني ايدك. هو انا يعني يهمني ايه ده عندك؟ يعني انت يعني عامل لي فيها فونت ولا ايه؟ ايه ايدي وبيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عصبي ليه؟ ما تدوله مهدئات ولا حاجه. الاخ تعبان. ايه يا ابني في ايه؟ ايه كتفتني يعني؟ طب ما انا ممكن اضربك برجليا. ده انا بلعب كاراتيه وبعمل عمايل سودا. لا لعلمك يعني مش اي كلام. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اشتمك بقى بلساني واقول لك كلام بقى يعني وربنا بقى يعمل فيك عمايل سودا بصراحه. هيو. اه هيو. ثلاثة بالله العظيم الكلام اللي انت بتعمله ده ما هو في مصلحتك خالص. اخلصي. ولعلمك بقى انا قرايبي كلهم ضباط بوليس ومخبرين. اسكتي اسكتي. وهوديك في داهية وهحقق 180 صوت وهتشوف ايه. اسكت يا نجلاء. اسكت ايه بس؟ اسكت ايه في اللي بيجرالنا ده؟ مش مزه. خلافة ليه دول في التلاجة؟ فراخ ووشك عليه كلب نوع. كلب ابيض وكلب اسود. تاخد النوم فيهم؟ ندي. ما انت بتفرس كده؟ كل حاجة عايز تاخدها؟ الفراخ تاخدها والفلوس تاخدها. بس لو جبت ست الفلوس قبل ما نخرج من هنا هرميك في النيل. فراخ. يا شباب. ايه ده؟ انت بتزايق ليه كده؟ مين اللي بيزايق؟ بباطن الارض حيث تجري الامواج والانهار ويستريح الناس. ها اسمع بس هقول لك كلام له خلفيات. الواد فهم ابن الحرميه مش عايز يقول الفلوس فين، وانا عايزك تيجي اوان عشان اقرره قدامك. انا عارفك انك حازق. على بسرعه واقول لك رايحه فين. اقعدي مش عيب. هطلع عينك لو فتحت بقك. ايوه ناصر. تالت عمى بعد الكوبري اخبط ثلاث خبطات. طيب جايلك حالا. خلاص يا ستي فرجت. هاخد عربيتك واجبالك حالا. ده ترجع انت ولا هما؟ الو انا الملازم حسن عبد الحميد. الوقت ده في الحمام؟ اه في الحمام. هنتخانق كمان على الحمام. الست يا سيدي كانت عايزه تهرب. اسمع فهم، الناس دول اشرار ولازم نتخلص منهم ونخرج منها باسرع ما يمكن. مش ممكن نخرج قبل الفجر. طب بقى على ما الفجر يجي بقى اروح اشوف لي هتمتين عشان مش حد يكشف. نغير كل وقت كده. هو ده الوصل؟ ايوه يا فندم، بس عجيبه المقدم سمير بدر. ايوه 112 112. نصر نصر ايه ده؟ بوليس. بوليس ايه يا اخي؟ ده انا نصر. بس انت مش عارف. اوعى تضرب، اوعى تضرب لحسن ترتكب جريمتين.
ايه رايك نفتح؟ اديني مسدس وافتح، اذا لقيت حد خطر علينا انا هضرب المليان. فهمي الحوض يا حبيبي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد هان؟ الواد هان لسه ما توش. وسالت مين ودلك على مكاننا؟ سالت قلبي. بيهزر الخفيف. انا جيت ومعاه العربيه، خدكم نجيب فيها الفلوس واخد نصيبي. لا هتستنى معايا الفجر. ليه؟ الطريق امان. لا هتستنى معانا. ايه اللي جاب الخالي دي هنا؟ الاستاذ مجدي بدر الصحفي بتاع مشناه. هو بعيد. الله يخرب بيته. يلا بينا نتفاهم بعيد عن خالي. طب استنى اسمعوني انت وانا هقفل الباب. يلا حد يتحرك. اوعى سنضرب في المليان. اوعى. اقعدي اقعدي. ده ايه؟ اقعدي. الفلوس فين؟ لا مش هقول على مكان الفلوس الا وقت ظهور الفلوس. وهتظهر امتى الفلوس؟ لما اروح عندها احنا الثلاثه ونطلعها. بلاش ملاوعه يا فهمي، قول لنا الفلوس فين؟ ما هو مش عايز يقول طريق الفلوس فين يا نصر. هيقول هيقول غصب عني عينه. الله نصر فهمي. ايه ده؟ ولا اي حركه هضرب في الفلوس. فلوس طيب. شفش دماغك يا فاهم، قول لنا مخبي الفلوس فين؟ مش هقول. معلش يا استاذ رضني قلم قبل كده. بلاش هزار وقول مخبي الفلوس فين؟ هقول الفلوس مخبيها في الدراسه ورا جامع سيدي عبد القادر. جامع سيدي عبد القادر؟ انا عارف. قوم بينا. يلا بينا. بس بيقسم على اثنين. بس اعمل حسابك لو كنت بتكذب علينا ابنك سعيد هتفينه في المكان اللي قلت عليه. لا 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 الفلوس الفلوس مخبيها في المعادي، هنقسم على ثلاثة. يا ابن اللئيمة عندك يا مبرر. ايه ايه كنت بتوع الوصف. ايه خدي. طب انا مش مسدس اهو. انا مش عايزه مسدس. ايه انا بقى حضرتك تقول لي انت تقعد عليا؟ انت وزن خمسة وقلت لك طن وتقعد عليا. خليتك تودونا في داهية، هنسيبكم وربنا يرزقكم اللي فوق. امشي اوعى طيب ما تزورش. ماشي ده انا بقى وامشي. بتهمة إبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات. يا أف أيمكم اتفضلي.
خدتوش نصيبكم من ده. علينا رايحين ناخد اهو.